المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني الشعبي المغربي بتزنيت أرحب بكم في افتتاح تظاهرتنا هذه بمناسبة عيد العمالي فاتح ماي التي نخلدها هذه السنة تحت شعار نضال مسؤول من أجل العدالة الاجتماعية. طبعا العيد العمالي العالمي لهذه السنة له ميزة خاصة باعتبار جولات الحوار الاجتماعي التي لا زالت متواصلة إلى ما بعد العيد العمالي. هذه المناسبة فرصة للتواصل مع مناضلينا، فرصة للتواصل مع ساكنة المدينة، فرصة كذلك لتجديد العزم على النضال المتواصل من أجل إحقاق الحق ومن أجل مناهضة الفساد، فرصة كذلك للتواصل بين مكاتبنا المجالية وبين مناضليها. في بداية هذه التظاهرة لا بد أن أجدد الترحاب بكل الإخوة الكرام الذين لبوا دعوة المكتب الإقليمي للاتحاد رغم هذا الطقس الحار، تالي نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن نتمنى لكم مقاما طيبا بين ظهرينا في هذه التظاهرة. يا سيدا الاتحاد الوطني صامدا مجاهدا للنقوم العاملين ستفخر سندا، الاتحاد الوطني صامدا مجاهدا لحقوق العاملين ستبقى مساندا. قيود الظالمة لابد يا من تنكسر، حيوا صمود الجماهير حيوا صمود المستمر حيوا صمود الجماهير. بالنسبة للكونفدرالات الديمقراطية للشغل فالمكتب التنفيذي يحييكم ويشد على أيديكم في هذه اللحظة التاريخية المتأزمة بكل تلاوينها، أزمة خانقة على كل المستويات، فإليكم تحية المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإليكم كلمة المكتب التنفيذي بمناسبة هذه اللحظة فاتح ماي 2016. إن المغرب اليوم لا يزال يعيش على إيقاع ديمقراطية صورية، إن المغرب اليوم لا يزال يعيش على إيقاع ديمقراطية صورية مفرغة من مضامينها السياسية والاقتصادية ومفرغة من مضامينها الثقافية والاجتماعية ومعطرة بالقوانين الضابطة لتقطيع انتخابي متحكم فيه مع ما يشوبها من شراء الذمم وتوظيف الأموال. إن الديمقراطية هي انتخابات نزيهة وتلبية للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي. هذه هي الديمقراطية، وهي إدارة في خدمة المواطنين وعدل وإنصاف وتكافؤ الفرص وعدالة اجتماعية وعيش كريم. إنها ممارسات يومية يشعر بها المواطنون في تعاملهم مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ومع تنظيمات المجتمع. فالديمقراطية الإخوة ليست برلمانا مغشوشا وحكومة غير قادرة على ممارسة مهامها الدستورية.